البث قطع يا جماعة، والله ما اعرفش قطع ليه، البث قطع، التاني قطع، معلش احنا اسفين، التليفون ده ما عدتش عارف بركة. ما فيش حد عنده سبب بتاع ان احوش الاعلانات، بتجيلي اعلانات كتير قوي وما ليش عارف اعش. المهم اقول لك نرجع للموضوع النشارة تاني، معلش اقول لك النشارة بسم الله ما شاء الله شكرها خفيفة جدا، طبعا ما فيش حد بيعمل كده، شوف شكرها خفيفة قوي 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 قوي. الشكر ده كم كيلو؟ ها؟ 50، انا هشيل 50 كيلو بصبعي. لا هي 40 كيلو، دي 40 كيلو، 4 كيلو، 4 كيلو و300 جرام. الشكارة 4 كيلو و340 جرام يا جماعة. 4 كيلو و340 جرام. ما شاء الله شكرا خفيفة جدا جدا والله يا. شوية نشارة والله بجد حاجة جميلة جدا. فالنشارة يعني ايه؟ موجود منها كميات ان شاء الله، هنجيب الكمية كلها بإذن الله. ان شاء الله كلها كده ان شاء الله، كلها خفيفة. ريشة ريشة كلها ريشة. طبعا النشارة البيضاء دي طبعا احنا بجيلنا نشارة حمراء على طول. ولكن النشارة البيضاء دي كل من أنضف النشارة. من أنضف النشارة اللي اتعامل مع النشارة عارف هي عاملة ازاي ان شاء الله. كلها ما شاء الله، والشكاره كبيره يا جماعه، حجم الشكاره، هات الشبكه بتاع التوحيد، وحجم الشكاره كبير، حجم الشكاره كبير، حجم الشكاره كبير ما شاء الله، حاجه 100%. الشكاره عامله لها 40 جنيه، الشكاره ب 40 جنيه، طبعا ده هنقول ب 60 ولا ب 70 ولا الكلام اللي انتوا بتسمعوه. الشكاره عند التوحيد عشان بنقول هديه من هدايا التوحيد ب 40 جنيه، 40 جنيه يا دوبك تجيب أجرة التروسيكل وما تجيبش أجرة بتاع شغله. مهم أي ما شاء الله، خش على التوحيد بيقدم لك كل ما هو جديد. إن شاء الله هنحاول نجيب الكمية كلها بإذن الله. يا غالي ماشي، يلا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.